السلام عليكم خوتي خوتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. كنتمنى على انكم تكونوا على خير وبخير، وكنتمنى على انكم تكونوا بصحة جيدة. فهاد الحلقة غادي نهضروا لكم على واحد الموضوع اللي هو مخالف تماما على المواضيع اللي سبق واننا كنطرقوا ليها في القناة ديالنا. غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي تارد جا بشكل كبير مؤخرا، الا وهو انفلونزا الخنازير او المعروف بالH1N1. هاد الانفلونزا الخنازير كيتصاب من بالدرجه الاولى الجهاز التنفسي يعني ديالنا بشكل كبير، ومن بعد ذلك كينتشر على الصحه ديالنا كلها. اذا من بين الاعراض ديال هذا الفيروس هذا وهو ارتفاع درجه الحراره ديال الانسان، يعني من فوق 37 المعهوده في الجسم ديال الانسان، وايضا يعني العطسه والكحبه اللي في بعض الاحيان كتوصل حتى يعني الكحبه انه يعني كيكحب الدم طبعا. وايضا ضمن الاعراض اللي كيجي بها انفلونزا الخنازير وهو فقدان الشهيه، الانسان ما كتكونش عنده الشهيه للماكله. وايضا ضمن الاعراض اللي كيجي بها الانفلونزا الخنازير وهو الاسهال، في بعض الاحيان الاسهال الحاد. وايضا الانسان كيحس بواحد العياء، واحد الارتخاء في العضلات ديالو. وايضا في بعض الاحيان يصعب التمييز ما بين الانفلونزا العادي او الموسمي اللي كيجي في الفتره ديال البرد، وبين الانفلونزا الخنازير. الانفلونزا الخنازير طبعا الناس اللي اكثر عرضه بهذه الانفلونزا الخنازير هما على الشكل التالي: الاطفال اللي كيتراوح السن ديالهم ما بين 6 شهور وحتى يعني 5 سنين، وايضا المراه اللي كتكون يعني حامله من بدايه الحمل ديالها حتى النهايه ديالها كتكون معرضه بشكل كبير بالاصابه بهذا الفيروس القاتل هذا. وايضا الاشخاص اللي كبار في السن اللي كيكونوا يعني من فوق 65 سنه كيكونوا معرضين بشكل كبير بالاصابه بهذا الفيروس هذا. وايضا الناس اللي كتكون مريضه بالمرض السكري، بالامراض بصفة عامة، بالأمراض المزمنة بحال المرض السكري وبحال القلب وبحال اللي كتكون فيهم يعني الدقة. إلا بغينا نحمي راسنا يعني من هذا الفيروس القاتل هذا، خاصنا نغطيو فمنا بالكمامات اللي كتخاد من الصيدليات، وايضا نتجنبوا الاماكن اللي كيكونوا فيها الناس بزاف، الاماكن يعني المزدحمه. وايضا يعني الغسل ديال يدينا بالماء والصابون قبل ما نتناولوا يعني الاكل ديالنا. اذا اخوتي، من خلال يعني هذه الحلقه هذه كنتمنى على ان الاساتذه يوعيوا التلاميذ ديالهم، لانهم هما كيكونوا يعني عرضه بشكل كبير بالاصابه بهذا الفيروس هذا. وايضا الاطباء يوعيوا يعني المرضى ديالهم، باش طبعا بدورهم يوعيوا المحيط ديالهم باش ينجاو من هذا المرض القاتل حفظكم الله منه، اللي هو انفلونزا الخنازير. وكما كتعرفوا على ان واحد العدد من الناس اللي ماتوا، وكما صرحت يعني الوزاره اثر يعني التقدم يعني في هذا المرض هذا، اذا فبالتالي ما قدروش انهم يعالجوهم وتوفوا طبعا بسبب هذا الانفلونزا هذا. اذا الى وعينا اي واحد فينا وعى المحيط ديالو، وعى العائله ديالو، وعى يعني الناس اللي محيطين به، فكونوا اكيدين على اننا ما غاديش نتصابوا يعني بهذا الفيروس هذا اللي يعتبر يعني فيروس قاتل. نجانا ونجاكم الله وحفظكم، وأضرب لكم موعدا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.